يدخل في غيب من الزهايمر. هو لا يتذكر انه قد اطلق وعودا تلو الوعود. هو لا يتذكر او يتذكر ويراوغ يعني. لا يعني هو يريد ان يتذكر ام لا. هو يريد ان يتذكر. ولكن الساحات التي انتجت واقعا جديدا من معاول الشباب الذين امتلكوا افكارا وعقولا جديده طرحوا رساله بسيطه في المعنى. يقولون لهذا الرئيس: أنت الذي فاتك القطار، أما نحن سنصلح مسار القطار الجديد، فعليك ألا تقف عقبة في طريقنا. سكة القطار انتهت لأن التاريخ تحرك، ومتى يتحرك التاريخ تنتهي أمامه كل صغير.